بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا يا جماعه في السكند ريفيجن، في حل بقى البوكلت بتاع الوحدات اللي احنا حليناها في الفيديو الاولاني، اللي هو على الوحده الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. ماشي، الوحده الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. ندخل يلا. جود تيتشر ديسبلين، كلمه ديسبلين معناها ينظم. ديسبلين، جود تيتشر ديسبلين، ينظم. عمرو سيمز سيريس، يبدو اللي هو جاد. Every work of creative writing takes on its own style، بيحمل أسلوبه الخاص. His parents didn't really spoil him، مش مدلعين. spoil يعني يدلع. spoil him. The teacher insists that، بيصر. insist بيجي بعدها جملة كاملة فعلها في المصدر زي suggest وزي recommend، يصر على. ابن خلدون was a pioneer، كان رائد فيه. I have a strong belief. رامي is disabled، معاق. I have a very strict teacher، عند مدرس صارم. 40 hours is a fairly average، معدل متوسط. Father does the same things every day، he likes to have a routine، واحد بيعمل حاجة كل يوم يبقى ده اسمه الروتين، الروتين اليومي، حاجة كل يوم بيعملها كل يوم. أمال قسم ديت عادة طائفة من الناس، والرتيب الأخيرة ديت روتين الحكومي، طلع رخصة أو غيره. جراند بقى sometimes get confused، يرتبك. The teacher silenced، silenced معناها سكتة أخرصة. أحمد wants to be like his grandfather who has had a big influence، له تأثير كبير. I will send the document as an attachment، كمرفق بالإيميل. I canceled، أنا ألغيت اجتماعي بتاع بكرة. تمور هنا ملاش لازمة، مش جاي عشان يقوله غير الجملة أكتف. أنا لغيت اجتماعي بتاع الغد، لغيت الاجتماع بتاع بكرة، لغيته. ديت أكتف، عايزين أكتف هنا، ما ينفعش باسف، والبي دي غلط. وزنت بيج، ما كانتش بتهتم والمدرس بينادي عليها. وزنت بيج، ماضي مستمر. Such a beautiful beach، يبقى I have never seen، I have never seen. My brother هيبقى has had، مضارع تام. has had عشان since، قبلها مضارع تام بعد ما بسيط. no sooner had I، had I closed. no sooner بيجي بعدها الجملة في صيغة سؤال، يبقى had I، زي scarcely وزي hardly بيجي بعدهم الجملة في صيغة سؤال. the car was moving، ماضي مستمر عشان الناحية التانية ماضي. أزمنة الماضي يا جماعة لازم يكون شرط الجملة التانية ماضي عشان اختارها. because هنا has، اخترنا has just gone، اللي مش معنى مضارع عشان اللي قبلها مضارعة كانت، اللي قبلها مضارع فاخترنا مضارع. اللي بعدها نيو، حدث تاني. لما شفنا الريزورت المنتجع السياحي عرفنا ان هو مكان كويس للاجازات. was doing عشان الجمله التانيه ماضي. hadn't finished برضو عشان الجمله التانيه ماضي. has broken عشان الجمله التانيه مضارع. يبقى خلاصه الازمنه انت بتختار بناء على زمن الجمله التانيه. اللي بعدها since قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط. I haven't seen the new adventure film yet. Have you booked a flight؟ هل أنت فعلا حجزت يعني فعلا رحلة جوية؟ Have you booked a flight yet أو already؟ الاتنين هنا صح، لأنها ممكن تنفع برضو للدهشة، بس مفيش هنا حاجة هنا للدهشة الصراحة. يبقى yet أو already الاتنين صح. Have you booked a flight yet؟ هل أنت حجزت قبل كده من قبل؟ ممكن أقول له بالفعل أنت حجزت رحلة طيران، فتنفع برضو already، بس ديت للدهشة، فغلط إن هو يجيب الاتنين دول مع بعض كده. هنا صح طبعا. اللي بعدها ديت فور، فور ييرز. قطع هنا كلمة كمباشن ديت معناها شفقة، هتبقى هنا ما هي سيمباثي معناها الشفقة، العطف أو الشفقة، يبقى سيمباثي. وأول واحدة ديت أمبيد، وزيز ديت عايدة على كونفي، وديت سي هيت عشان برضو لحل القطع. أنتنيم يعني العكس، ديت العكس، الأنتنيم يعني العكس، عكس الحاجة يعني، عكس ديزرتد اللي هو مهجور يبقى انهابتد مسكون، بس دي كده معناها مهجور. ذا بيست تايتل، أحسن عنوان القطعة فولانتري وورك، العمل التطوعي، فولانتري وورك. قصة بقى، رودولف رسانتا didn't work because he had already enough money، معاه كده كده فلوس كافية. هاو فار، إلى مدى رودولف رسانتا كان مختلف عن أخوه؟ اللي روبورت عارف المسؤوليات، أخوه روبورت عارف responsibilities اللي هي المسؤوليات في المجتمع. مدام دي موبايل،
was well known, كانت معروفة بالويلث والأمبيشن، الثروة الكبيرة والطموح. وورك اللي كان بيشتغل في الامباسي جورج فيذرلي، لو انت مكان روز كنت هتقنع سانتل تو هاف جوب؟ يس طبعا، بيكوز اني بيرسون، اي شخص شود هاف ا جوب، شود بي ريسبونسبل. دو يو اجري؟ هل انت توافق ان رايتنج ا بوك از ا جود واي؟ يس، بيكوز رايتنج ا بوك انيبلز اس، بتمكننا تو نو اباوت ذا كلتشرز ايدياز بروبلمز اوف بيبل. لو انت مكان سانتل وود يو انسيست، كنت هتصر على ان انت تروح الكورنيشن؟ كل دي اراء، كلها ده رايك انت، انت حر. انت اللي هي الدايلوج قدامك، What do you think of him؟ بيتكلموا عن مدرس الانجليزي، ما رايك فيه؟ قال له اكسلنت. ماذا عنك انت؟ قال له اي اجري، انا موافقك. هي از ماي ايديال تيشر، مدرس مثالي. قال له وي ار، لك احنا محظوظين. ارنت وي؟ اليس كذلك؟ سؤال مزيل اهو فيكم اهو، وشرحت لكم السؤال المزيل ازاي تحلوه، طبعا موجود عندكم فيديو عنه. What distinguishes him؟ ما الذي يميزه؟ distinguish يعني يميزه، او ما هي صفاته؟ اسئله كتير هنا. A good teacher should be strict, fatherly, helpful. اي صفات من عندك؟ أيوب سوء. الترجمة. تورالينس، التسامح is one of the key skills. كينا معناه أساسي. المهارات الأساسية للمدارس يجب أن تغرسها في أطفالها. السيل يعني يغرس. التعليم هو الدفاع الأساسي. ديفنسي معناه الدفاع. دفاع أساسي عن الأمم. سوء سيليفورم، إصلاحه، إصلاح التعليم. has become، أصبح urgent necessity، ضرورة ملحة أو عاجلة. ارجنت دي معناها عاجل أو ملح. اللي عايز أي كلمة قدامه هات ويخمن. تراجم تانية. Teachers should encourage their students to participate effectively in school activities. أي الترجمة فوق أهي، بقيتها فوق. مش اللي عايز أي إيه ترجمة أو غير. دراسة الأدب مهمة جدا. The study of literature is important in everyday life. As it profiles the individual, بتزود الفرد with facts and ideas about the society. تمشي في الجملة صح وتبدأ بالفاعل وتحط الفعل بتاع الجملة وترجم زي ما احنا قلنا قبل كده. تراجم قدام قايم. ثبت على الفيديو هنا وشوف الترجمة اللي انت عايزها وشوف الكلمة اللي انت عايزها. الامتحان الثالث على اللوحة الثالثة والرابعة، الامتحان الثاني يعني. You aren't in charge of، مسؤول عن. مرة سبونسابول عايزة فوق، مش عايزة ايه قبلها. أيام هوبفول، أنا عندي أمل. أيام هوبفول اللي احنا ممكن نصل إلى حل وسط، دي معناها حل وسط. برومس معناها حل وسط. سولو يطير بمفرده. أمال لونلي قلنا معناها يشعر بالوحدة أو العزلة. أفيلابل، إمبرسيف، مبهر. نو وان كان ريبليس، مفيش حد يقدر يستبدل والدتي. إيه في إيه في قلبي، إن ماي هارت. ديجري، عن درجة جامعية. جادجت، appreciate، يقدر او يحترم. The government must make new policies to reduce، عشان تقلل البطالة. I haven't found a suitable job. The man came to remove. عادل loves squash. He is very enthusiastic about، متحمس. Enthusiastic about. Offline. The teacher is going to mark، هيصحح الواجب بتاعنا. Don't be late. The bus leaves. عشان في معاد، ده جدول معيد. The bus و the train و the plane. كل ده جدول معيد. We can't use classroom. We can't use classroom. Five tomorrow. Because they are painting. They are painting. ترتيبات. ترتيبات. عشان كده خدنا are painting. It's going to be. دليل. في هنا تنبؤ بدليل. The mechanic will have finished، هيكون خلص، عشان باي. باي مدة زمنية في المستقبل، مستقبل تام. will help، قرار سريع، عشان كده استخدمنا will ومصدر. وفي شرح يا جماعة للجرامر ده في الفيديوهات عندكم. are studying، ترتيبات. will be traveling. whose، هم عندهم طبعا جدال بخصوص دور من. دور من، دور مين دوت، مالك ومملوك. whose turn، دور من، ممكن هو زيها بمعنى ايه، اداه استفهام، من ملك، من دور من. هو اللي بعدها ديت يا جماعه، ويتش عايده على الجمله كلها. شود مي ده عايده على الجمله كلها. هواي اداه استفهام عاديه لماذا. ويتش عايده على سكول، ما ينفعش ذات يجي قبلها حرف جر. وير، وين، ساتردي وين. وات، ما بيجي قبلها فعل دايما. ديسايد وات، كتبت كام على الانترنت؟
أول سؤال ده the information in the internet is valid. valid يعني معناها صالح، صالح لكل واحد. اللي بعدها instant معناها immediate، فوري سريع، معناها فوري أو سريع. make your life nightmare، nightmare معناها كابوس، يجعل حياتك كوابيس، يبقى معناها causes your problems، يسبب لك مشاكل. دير عايدة على academics. less أقل جاذبية في الماضي يعني. طبعا antonym، antonym قلنا معناها عكس، عكس الكلمة ديت يعني ايه؟ imperator معناها غير مناسب، يبقى عكسها ايه؟ suitable مناسب. الفصل الثاني، أول سؤال ده غلط، السؤال ده الأولاني ده غلط، لأن السؤال ده مش متناسب ده خالص. The hunting lodge belong to Michael، المفروض كان ينتمي إلى مايكل، مش موجودة في الإجابات. Fritz وسابت didn't eat much of dinner because رقم C عندهم important job the next morning عشان الكورونيشن. كانش لازم يتقالوا في الأكل بسبب الكورونيشن. بيكوز جوهانز ماذر هيرد، لانها سمعت عن خيط ساب، طبعا قرروا لهم يحبسوها فين؟ في السيلر مع الملك. شي ووز لوكت. واي ديت فريتس سينك ات وزنت ا جود ايديا، قال مش المفروض يعني ما نجيبش دكتور زي ما سابت اقترح يعني. اولا ما فيش دكتور ينفع يخليه ايه، ولا الف دكتور يخليه ايه كويس هذا اليوم. لو دكتور كود ميك هيم بيتر ذات داي. ما انت اعتقد سماما ذا كينج، طبعا كلكم عارفين اللي هو مايكل يعني، تو تيك ذا كراون. هل فكرة كويسة اللي هو يطلب من ساندر اللي هو ريبليس ذا كينج؟ يس طبعا، عشان ينقذ الملك. ليه تعتقد اللي سابته فريز دينت كيل ما قتلوش جوهانز ماذر انستد اوف لوكينج هير اب؟ ليه ما قتلوش جوهانز ماذر؟ ولا ده رأيك انت بقى، ليه ما قتلوش جوهانز ماذر؟ بيكوز طبعا زي دينت لايك تو كيل بيبول، ما بيحبوش لما يقتلوا الناس. زي ارنت ايفل، هما مش اشرار، دي ارنت ايفل. او اي سبب انتوا عايزينه يعني. عمر اند هيز فريند اسامه از جوينج تو هاف ان اوبريشن، قال له واي دو يو لوك ابسيت، ليه انت زعلان كده؟ قال له اي ام هافينج ان اوبريشن تومورو اون ماي فينجر، هعمل ايه عمليه في صباعي. قال له واتس رونج ويز ات، ايه اللي فيه؟ واتس رونج ويز ات؟ قال له ذات ستريبل او اي حاجه هنا يعني، ذات ستوبات باد نيوز اللي انتوا عايزينه. ار يو افريد اوف ذا اوبريشن، سؤال عادي خالص، طلع دي الجمله دي كلها فاهي. ار يو افريد اوف ذا اوبريشن؟ از ذا فيرست تايم، دي اول مره يو هاف ان اوبريشن؟ قال له don't worry I had an operation on my leg everything went fine. قال له good that makes me feel much better، كويس ده بيخليني اطمئن يعني. هيقول له okay I will be fine او اي حاجة يعني، او good كويس ده هيهدينا يعني. with today's technology you can read e-books، انت بتقرأ الكتب الالكترونية بالتكنولوجيا الحديثة في الاتوبيس وفي القطر وفي الطيارة وانت واقف فين؟ في الطابور in line، line يعني في الطابور او في الصف. ومن المرأة تلعب دورا عظيما في نمو وتقدم المجتمع، تجعله مجتمع متقدم وحديث. دور المرأة، تحرير المرأة، هتقول the woman's liberation doesn't mean rejecting، كلمة rejecting أو refusing traditions اللي هي التقاليد and following fashion but it means adherence، كلمة adherence يعني التمسك قدامك، human principles and values. ماشي بس عشان المكان صغير وكده فالناس ده شويه في الكتاب. ريسايكلينج يعني تصنيع الاشياء is good for the environment always دائما recycle what you can، عيد تصنيع ما تستطيع. ترجمه قدامك اهي بالراحه، شوفها شوف اللي انت عايزه. يا جماعه هو حد ينسى المراجعه دي هتعملوا فيها فعلا هتفيدكم جامد، المراجعه دي هتفيدكم جامد جدا. هو حد ينسى المراجعه دي ودايما واظب معانا ويشوف الفيديوهات ويشوف الاخيره. هو كده فاضل لنا الامتحان العام ده في الحلقه الاولانيه وفي الحصه الاولانيه في المراجعه السكند ريفيجن.